للاسف القناه دي وقفت تحقيق دخل فيها. لو كنت حابب تشترك في القناه الجديده اللي هنستمر فيها ان شاء الله الفتره الجايه وهننشر فيها فيديوهات، هتلاقيها في اول سطر في الوصف. لو انت مشترك قديم يا ريت تشترك فيها، ولو انت مشترك جديد عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناه الجديده. بس كده، السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر مومتك، ودي حلقه جديده من حلقات اليوتيوبر الفشيخ. النهارده جاي اكلمكم على النوعين من قنوات اليوتيوب بيتشيروا بسرعه الصاروخ، وكمان وجودهم قليل جدا على يوتيوب. عشان نقدر نبدا الفيديو ده، اول حاجه لازم تعملها انك تعمل لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو ده 800 لايك. الفيديو ده لازم يوصل 800 لايك عشان اقدر انزلك الحلقه الجايه من اليوتيوبر فشيخ. الحلقه الجايه مفيده بغباء بجد، الحلقه الجايه تبقى مفيده جدا، فابدا اعمل لايك دلوقتي. والحلقه الجايه فعلا مفاجاه لكل الناس، ومفاجاه للناس طلاب الجامعه، طلاب الجامعه بشكل مهم جدا، وان شاء الله هتعجبكم. فابدا بنفسك دلوقتي اعمل لايك للفيديو عشان نقدر ننزل لكم الحلقه الجايه اللي هتبقى مهمه جدا، ولازم الفيديو ده يوصل في 24 ساعه ل 800 لايك او اكتر بقى انتم قدرتكم. والف شكر لكل الناس اللي وصلت الحلقه اللي فاتت اللي فوق ال 700 لايك زي ما طلبت، فشكرا. في انواع قنوات يوتيوب علميه، وفي انواع قنوات يوتيوب للشغف او لموهبتك. النهارده هنتكلم عن نوعين من قنوات اليوتيوب اللي بتعتمد على الشغف او الموهبه بغض النظر عن تعليم الناس دي. القناه رقم واحد هي قناه لايف ستايل دكتور مكاوي. بصراحه القناه دي ممتازه جدا، بيتكلم عن حياتنا وعن اللايف ستايل بتاع كل واحد، بيتكلم عن ازاي تعدل اللايف ستايل بتاعك، يعني مثلا ازاي تاكل كويس، ازاي تلبس كويس، ازاي جسمك يبقى كويس. الغريب ان دكتور مكاوي اصلا قناته دي بادئه من 5 شهور وفيها 83,000 مشترك، وده رقم كبير قوي في 5 شهور، يعني تعديت بتوع الطبخ يا راجل. ولكن برضه دكتور مكاوي اصلا خريج كليه هندسه، ملوش علاقه بموضوع اللايف ستايل، ولكن ده فكره الشغف، فكره الحاجه اللي انت بتحبها، الحاجه اللي انت بتفهم فيها، اتكلم عليها على اليوتيوب هيوصلك اللي دكتور مكاوي وصل فيه. ولكن طبعا بيختلف نوع قناه عن نوع قناه، عشان كده انا جاي بعمل الفيديو ده النهارده عشان اقول لك ان قنوات اللايف ستايل بتوصل. ومن اشهر القنوات برضه الموجوده في مصر حاليا قناه شعراوي. قناه شعراوي زمان براند لايف ستايل حاجه كده، المهم يعني القناه دي بتتكلم، كانت اصلا في الاول بتتكلم عن منتجات للدقن، ازاي تكبر دقنك وشعرك وازاي تظبط مش عارف ايه، حاجه زي كده. ولكن قلب القناه في ثانيه، بقت قناه بتتكلم عن اللايف ستايل البني ادم وكده. هي دي الفكره، انك تستفيد من تجارب الناس، تستفيد من حاجات الناس الثانيه، تستفيد من افكار الناس الثانيه، وده اللي انا جاي اوصله لك النهارده بالفيديو ده. على فكره انا بتابع قناه دكتور مكاوي من زمان جدا، والقناه حلوه، القناه بجد حلوه، والفكره ان هو بسيط، بسيط جدا، وده حاجه تعلمك البساطه قوي في اليوتيوب. ما بيعملش حاجه غريبه، هو بيصور بالكاميرا، حتى معايا نفس الكاميرا اللي معايا بيصور بيها، ووراه خلفيه بسيطه جدا، خلفيه لونها لون رمادي غامق حاجه زي كده، رصاصي يعني، فاللون غريب برده. وبيلبس التيشيرت مش عارف بتاعه، وبيدخل قدام الكاميرا بيتكلم عادي جدا، وبيقف جنب كده ويطلع كلام وخلاص في اللي هو بيقوله. الموضوع بسيط جدا في قناه دكتور مكاوي، وده اللي مخلي القناه بتاعته حلوه، تمام؟ بتحس ببساطه بتتفرج على الفيديو. فدي كانت الفكره رقم واحد، هي قنوات اللايف ستايل من اشهر القنوات اللي بتبقى موجوده، ومن اكتر القنوات اللي بتتشهر بسرعه جدا. تعال نروح للقناه رقم 2، وهي قناه مع الديبو. صباح مساء خير عليك يا جدع. هي دي قناه مع الديبو. بكل بساطه القناه دي بتتكلم على القصص، انا بحب القناه دي جدا بصراحه، دي شخصيا يعني انا بتفرج على القناه دي بشكل جحيم، بتفرج عليها مع الجحيم يا حبيبي، بتفرج عليها بشكل كبير جدا، وبحبها بغباء بصراحه. بيحكي قصص ساعات بتبقى رعب، وساعات بتبقى قصص تجربه هو عاشها، وبيحكي وبيزود وبيجود، ولكن بصراحه بيطلع قصص بيرفكت، بيطلع قصص حلوه، قصص تتسمع. بجد انا بحب القناه دي جدا، وبرده مش تطبيل ولا اي حاجه، ولكن انا بس بقول لك عن قنوات القصص برده بتتشهر بشكل كبير على يوتيوب لو بتعرف تعمل قصص. ولكن الغريب برده في الموضوع ان ديبو اصلا رابر، اصلا ملوش علاقه بالقصص، هو اصلا بيغني راب من 2003 2002 حاجه كده، من زمان جدا بيغني راب، وبقاله مش عارف 14 سنه ولا مش عارف كام سنه بيغني راب، وفجاه قطع عن الراب ورجع يوتيوب يعمل فيديوهات يحكي فيها قصص هو عاشها او قصص هو مؤلفها. انت فاهم الموضوع بعيد عن بعضه ازاي؟ ده راب وبيحكي قصص. هو انت ممكن تحكي قصص وانت بتغني راب، ولكن قصص رعب، حاجات غريبه. لا الموضوع غريب، الموضوع غريب بجد. ولكن طبعا ما بطلش راب، ولكن برضه قناه اليوتيوب بيحكي قصص، ومن اشهر قنوات القصص حاليا. لو حد فكر في كلمه قصص في مصر او قصص رعب في مصر يقول لك احمد يونس. اللي بعد احمد يونس على طول هو ديبو على طول، لان اصلا ما فيش قنوات قصص، انت ما تسمعش هات لي قناه قصص في الوطن العربي مشهوره، ما فيش، قليل جدا، تمام؟ فدي برضو من افكار القنوات اللي بتتشير بغباء، ولكن لو عملت الموضوع صح ولو كانت القصص بتاعتك حلوه. وطبعا الشيء الاساسي اللي بيفرق في موضوع القصص ده لو كان القائك للقصه حلو،
تمام. فلو عندك موهبه الالقاء وبتعرف تتكلم كويس، بتعرف حروفك ما بتبص يعني، وبتعرف تتكلم كويس مش زي، فهتلاقي الدنيا معاك تمام قوي في موضوع القصص. نصيحتي لكل الناس بجد ان مهما كان الحاجه اللي انت بتحبها ومهما كان الحاجه اللي انت بتحاول تتعلمها محدش مهتم بيها ومش موجوده ومش مشهوره حاليا، كمل، افضل اتعلم الحاجه دي، ما تسيبهاش، خليك مديها كل الوقت المطلوب لحد ما تتقنها بشكل كويس جدا، وصدقني هتلاقي الحاجه اللي تقدر تشتغل بالحاجه اللي انت اتعلمتها دي، هتلاقي الشغلانه المناسبه للحاجه دي اكيد في يوم من الايام، ولو مش موجوده حاليا هتبقى موجوده في المستقبل. تمام، زي ما قلت لك من سنه او سنه ونص ما كنتش تسمع عن الناس بتوع اللايف كوتشنج او اللايف ستايل، الناس اللي كانت بتعلم ازاي بتعلم الانسان ازاي ينجح في حياته، او بتعلمه ازاي يبقى مجتهد، حاجه زي كده. القنوات دي مش موجوده اصلا من فتره طويله، ولكن بدات من سنتين او من سنه. تمام، الموضوع اختلف تماما. فانت اي حاجه انت بتفكر فيها استمر فيها، صدقني الموضوع حلو جدا، واكيد اكيد اكيد في يوم من الايام هتلاقي الحاجه اللي تشتغل فيها. بس كده، اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبك، ويا ريت لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك، نوصل الفيديو ده 800 لايك عشان نقدر اعمل لكم الحلقه الجايه ان شاء الله من اليوتيوبر الفشيخ. هتبقى حلقه لها علاقه بالجامعه او علاقه الجامعه باليوتيوبر الفشيخ، محدش فاهم ايه علاقه الدب ده اصلا، ولكن هنعرف لو الفيديو ده وصل 800 لايك في اقل من 24 ساعه. الموضوع بسيط جدا، كل عليك انك تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو، الفيديو بيوصل ل 2000 3000 شخص في النوتيفيكيشن، يعني 3000 شخص منهم 800 لايك، 800 بس يعمل لايك، الموضوع سهل جدا، فانزل اعمل لايك دلوقتي وبس كده. يا ريت لو عجبك الحلقه دي او عجبتك الحلقه دي اعمل لها شير برده عشان الناس تستفيد، وبس سلام.